كثير من المسلمين يعتمرون ويحجون ويصلون مع المسلمين لكنهم يذبحون للجن، فما حكم هذا العمل؟ هذا يبطل حجهم وعمرتهم وجميع أعمالهم، لأن الشرك يحبط الأعمال. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى في الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والذبح للجن شرك، لأن الذبح على وجه التقرب عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. الذي يذبح للجن تقربا إليهم أو خوفا من شرهم أو لأجل أن يساعدوه على أو لأن يشفوا مريضة أو يخدموه في شيء، هذا شرك أكبر يخرج من الملة.